فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: يكون بجهل حقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، لا يعرفان الحقيقة، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر. أي نعم، هذا له سببان، الجهل له سببان. السبب أنه يجهل القول الذي يقول به، هل هو صواب ولا خطأ، ولا خطأ، ما يعني يكون عنده شك في قوله هذا أنه صواب، وأنه فهذا هو الذي حمله على المضي في الضلال، وإلا لو كان عنده شك لما تسرع في هذا الأمر. أو الجهل بالدليل الذي يبني عليه، الجهل بالدليل الذي يبني عليه، لأن الرأي وحده لا يكفي، لا بد أن يكون مربوطا بالدليل. نعم. ومن ارتبط بالدليل فإنه لا يضل. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.